السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله سوف نقوم بحل السؤال الأول. طبعا هنا مادة الرياضيات للصف السابع الفصل الدراسي الثاني. عندنا هنا في السؤال الأول: صل العملية بالعمود ألف بما يناسبها من النتائج في العمود ب. عندنا هنا سالب وسالب ووسط موجب، فتكون الإجابة ماذا؟ تكون الإجابة سالب. 2 + 1 يعطينا 3، فالإجابة هي هذه. هنا سالب وسالب ولدينا قسمة، فتكون الإجابة ماذا؟ موجب. 6 + 3 يعطينا 2، فهذه هي الإجابة. 4 + سالب، طبعا وسط هنا ضرب، تعطينا الإجابة سالب. 4 + 2 يعطينا 8، فالإجابة هذه. الآن ننتقل للسؤال الثاني. يقول ماجد: العدد 30 يقبل القسمة فقط وبدون باقي على 2 و5. طبعا هنا الإجابة لا، فسر إجابتك، لأن العدد 30 يقبل القسمة بدون باقي على العوامل كلها، وهي 1 2 3 5 6 10 15 30. طبعا لأن هناك أعداد أخرى تقبل القسمة على 30 وبدون باقي مثل 3 و10. من خلال العبارات الرياضية الآتية أوجد قيمة ب. طبعا عندنا هنا ألف زائد 6 يساوي 11، فخمسة زائد 6 يعطينا 11، فألف هي 5. فعندنا هنا 5 + 7، وهنا 10 + كم؟ فـ7 + 5 يعطينا 12. فهنا 10 + 2 يعطينا 12. فالإجابة ب هي 2. الآن ننتقل إلى هذا السؤال. لدينا هنا قسمة وضرب وأيضا أرقام. 5.3 ضرب 0.01 يعطينا 0.053. أما هنا 0.1 ضرب كم يعطينا 0.62، 6.2. كذلك عندنا هنا 5.3 + 0.1 يساوي 53، يساوي 53. الآن ننتقل إلى السؤال الذي يليه. حوط على الأعداد العشرية التي تقع بين 23.456 و76.766. فبين هذه الأرقام هي 55.550 و76.566. هنا اكتب العدد الذي يمثله المثلث. عندنا 4 + 6 = 2 يعطينا 6. أما هنا كذلك في هذا المثلث عندنا 4 + 2 يعطينا 6، فالإجابة 16. فقيمة الأربعة، قيمة المثلث يساوي 4. عندنا في الرسم التوضيحي الذي أمامك، إذا كانت المسافة بين نقطة ألف والنقطة النقطة ألف والنقطة جيم تساوي 800، أوجد قيمة سين. يعني من النقطة ألف إلى النقطة جيم تساوي 800، فما قيمة سين؟ طبعا عندنا هنا 600 و100 يعطينا 700، زائد 100 التي تكون هنا تعطينا 800. فقيمة السين هي كم؟ هي 100، هي 100. من الشكل المقابل وفق دراستك للموضوع الزاوية، أوجد زاوية سين. هنا نجد زاوية سين. كم زاوية سين هنا؟ طبعا بالمنقلة تكون الإجابة 100 و30.
الآن ننتقل إلى السؤال الذي يلي. عندنا هنا لدى سامية 3 بطاقات مختلفة، تبحث من مساعدة في توزيع الأعداد التالية على تلك البطاقات. ساعد سامية في وضع كل عدد في البطاقات المناسبة. طبعا عندنا الأعداد الأولية هي 2 و3، أما هذه فتساوي 3، وهنا جذر 16 يعطينا 4 وسالب 4. أما هنا قامت معلمة الرياضيات بتكليف الصف السابع إيجاد نتائج العمليات الحسابية. عندنا 5 و2 + 8 = 2، كانت إجابة راشد 29 وإجابة عبد الله 16.5، منهما على الصواب؟ طبعا نقول إجابة راشد، إجابة راشد هي التي على صواب، لأن 5 + 2 + 8 = 2 تساوي 25 + 4 = 29. اشترى سالم الألعاب الموضحة بالرسم وقام بدفع مبلغ 10 ريالات للبائع. اكتب المبلغ الباقي له بعد خصم قيمة المشتريات. طبعا عندنا هنا بعد خصم قيمة المشتريات الباقي كم؟ 6 ريالات و870 ريال. يبلغ عمر علي سين وعمر خالد ضعف عمر علي أو عمر علي مضاف إليه 2، أي العبارات التالية مناسبة؟ فهنا نقول أن 2 س + 2 هي التي تكون مناسبة. في السؤال 13 المسافة بين السويق وصحار هي 125 كيلومتر، والمسافة بين السويق وصحام هي 4 أمثال المسافة بين صحام وصحار. تفسير فاطمة للمسافة بين صحم وصحار هي خاطئة، اشرح إجابتك. طبعا عندنا هنا لأن س + 4 يساوي 125، ف5 س + 125 المسافة بين صحم والسويق هي 100 كيلومتر، هي 100 كيلومتر. الآن ننتقل للسؤال. من خلال الشكل الذي أمامك أوجد قياس الزاوية. قياس الزاوية ألف هي 110، ب عندنا 70 درجة، جيم هي 50 درجة. يستطيع أحمد رسم قطعة مستقيمة؟ بواسطة النقاط ألف ب ج. طبعا هنا نكتب ألف وب وج، نكتب لا، لأن 61 درجة + 93 درجة + 24 درجة يعطينا 178 درجة. حوط على مجموعة ما قد أو مجموع ما قد يدفعه 50 شخص للدخول الحديقة المائية إذا كان 20 شخص دون 16 سنة. طبعا الكبار أعلى من 16 سنة، سعر 2.5 ريال. ما دون 16 سنة 1.5 ريال، فالإجابة تكون 105. ضع دائرة حول العدد الذي يمثل 34.76 مقربا إلى أقرب عدد كامل، تعطينا الإجابة 35. رتب الأوزان التالية من الأخف إلى الأثقل. عندنا 0.009 كيلوغرام، بعد ذلك 0.96 كيلوغرام، 1.125 كيلوغرام، 1.225 كيلوغرام. الآن ننتقل إلى السؤال الذي يلي. شكل سعة الإناء ألف وسعة الإناء ب.
لنا ذو سعة أكبر هو ألف. تقرأ أمينة كتاب مكون من 300 صفحة، أنهت في اليوم الأول قراءة 20 صفحة. اكتب عدد الصفحات في اليوم الأول، طبعا 60 صفحة. 60 صفحة من خلال الشكل المقابل، قياس الزاوية ألف وباء أو ألف وهاء عفوا 80 درجة، قياس الزاوية باء وجيم وواو 50 درجة. الآن ننتقل إلى السؤال الذي يليه. المربع والشكل السداسي لهما نفس المحيط. المربع هو 144 سنتيمتر. يريد أحد المزارعين توزيع عدد 680 من فاكهة البطيخ على مجموعة صناديق، كل صندوق يحوي 3 صفوف وكل صف يتسع 15 بطيخة. اكتب عدد الصناديق التي سوف يحتاجها المزارع. طبعا هنا يحتاج المزارع إلى 16 صندوق. الآن ننتقل إلى الصفحة 6. أحد المحلات التجارية يقدم عرض على عصير الليمون. حوط على عدد العلب التي يمكن شراؤها بقيمة 6 ريالات. طبعا التي يمكن شراؤها بقيمة 6 ريالات هي 24. ضع كل عدد من الأعداد التالي أسفل الكسر. 3 × 8 يعطينا 0.375. 4 × 6 0.25. 6 × 5 0.04. الرسم يوضح سعة كل برميل. أوجد نسبة بين سعة البرميل، وضعها في أبسط صورة. طبعا عندنا هنا سعة البرميل دال تعطينا 1/4 سعة البرميل ب، وسعة البرميل جيم 1/3 سعة البرميل ألف. الآن ننتقل للسؤال الذي يليه. أمامك رسم توضيحي لأبعاد مستطيل. إذا كان لدينا شكل مربع له نفس مساحة المستطيل، أوجد طول ضلع المربع. طبعا طول ضلع المربع يكون هنا طول ضلعه يكون 4 سنتيمتر. 4 سنتيمتر. تحاول عائشة إيجاد مساحة الدائرة وتقول بأن مساحة الدائرة هي هذا القانون. هل ما تقوله صحيح؟ فسر إجابتك. 4 × 2 عندنا 16 وحدة مربع. عندنا هنا يريد أحمد في السؤال 29، يريد أحمد زراعة المساحة في الشكل المقابل، حيث قام بتوزيع تلك المساحات لكل صنف من الخضروات وفق الإجراءات الأجزاء الموضحة بالرسم. أوجد الجزء الخاص بزراعة الجزر. الجزء الخاص بزراعة الجزر هو يكون طبعا الجزء الخاص بالملفوف والجزء الخاص بالبطاطس عندنا 1/4 + 2/3 يساوي 3/12 زائد 8/12 يساوي 11/12 فيكون 1/12. عندنا يفكر سالم في عمل كتيبات المواد الدراسية بحيث كتيب يحتوي على 34 صفحة، وقام بشراء عدد 2 من رزم الورق 4A4 في كل رزمة 50 ورقة. ساعد سالم في حساب عدد الكتيبات التي يمكن عملها بتلك الرزمتين. طبعا هنا عدد الأوراق 2 × 500 يساوي 1000. 1000 × 35 يعطينا 28.57. فعدد الكتيبات عندنا 28 كتيب. الآن ننتقل إلى السؤال الذي يلي. عندنا هنا جذر يقع بين 9 و10 على خط الأعداد.
هل 389 يقع بين 19 و20؟ طبعا هنا الإجابة نعم. فسر إجابتك. هنا الإجابة نعم، فسر إجابتك تقع بين 19 و20، لأن المربع يساوي 19,361 ومربع يساوي 20، فعندنا 400. من خلال الشكل التوضيحي المقابل عندنا هذا، عندنا 96 زائد 60 يساوي 156. ضع إشارة صح أمام الكسر أصغر من 1/9، عندنا 1/10 و100. الآن ننتقل إلى الصفحة التي تليها. عندنا في هذه الصفحة نقول أن من خلال النمط الهرمي السابق أكمل ما يلي. مثلا هنا 4 + 3 يعطينا 7، 3 + 5 يعطينا 8، ف1 + 2 كم يعطينا؟ يعطينا 3، 1 + 6 يعطينا 7، 3 + 7 يعطينا 10، بطريقتين مختلفتين. طبعا مثلا هنا لدينا 20 نقسمها 5 و15، هنا 1 و4، 4 كم متبقي لتعطينا 15؟ 11، هنا لدينا 20، 11 و9، 6 و5، وهنا 4. هذه هي الإجابات. أتمنى نشر هذا الفيديو لطلاب الصف السابع لتعم الفائدة، وكذلك الاشتراك في القناة. وشكرا لكم على حسن الاستماع، وانتظرونا بإذن الله في الفيديوهات القادمة.